بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع أعضاء وزوار منتدى تشهد حالا. إن شاء الله اليوم راح أتعلم كيف تصميم واجهة دخول المنتدى وتوزيعها إن شاء الله بالسي اس اس وتركيبها إن شاء الله في المنتدى. وكان عندنا استفسار للأخت الجنوبية عن كيفية تصميم الواجهة، وإن شاء الله أنا راح أصمم لها في هذا الدرس. في الحقيقة كثرت الأسئلة عن تصميم واجهات المنتديات، لأن الواجهة تعطي جمالية للمنتدى، ولكن إن شاء الله راح أشرح لكم كيفية تصميم الواجهة. أنا في الحقيقة بحثت في مواقع البحث يعني على كيفية التصميم، لكن ما وجدت الحقيقة. قلت أنا أنزل لكم رابط وأنتم بعد يعني تصممون عليه، لكن بحثت وما لقيت. إذن ما في أي حل إلا إنه أنا أسوي لكم الدرس بنفسي، وإن شاء الله راح نبدأ بالدرس. في البداية بس راح أبدأ الجزء الأول اللي هو كيفية تصميم الواجهة بالفوتوشوب. بالبداية أهم شيء نفتح الفوتوشوب. بالبداية أهم شيء إن الواجهة تكون متناسقة الألوان، بسيطة، يعني ما تكون مثلا منا حاط مثلا على اليمين حاط ستايل وباليسار حاط ستايل، يعني أهم شيء مرتبة بسيطة ألوانها متناسقة، لأن جمال التصميم في بساطته إن شاء الله. طيب يا شباب راح نبدأ. أولا نفتح الفوتوشوب ونذهب نفتح عمل جديد عن طريق فايل ثم نيو. طبعا هذه هي المقاسات، هات تلقونها هنا 640 × 480، هذه هي المقاسات يعني اكثر يعني. طيب نعمل اوكي، هذا هي الواجهة. طيب راح نصبغ الواجهة يعني لون انت حسب ما تحب. طيب راح اول قبل لا ابدا راح انا اعمل لكم يعني كل شيء في يعني جروب في مجموعه خاصه، يعني مثلا اسم المنتدى وال يعني التاثيرات اللي عليه راح اعملها بجروب، والازرار بجروب، والروابط الى اخره، يعني بس يعني لتنظيم العمل يعني عشان لا تخربط عليكم. طيب راح نفتح جروب نسميه كيفكم، مثلا راح اسميه لوجو. طيب راح نكتب مثلا اسم المنتدى والاخر هي الشبكة، بس نختار اللون. دي هرشة حالة منزلجة. هذا هو، بس مثلا نختار خط مناسب. طيب مثلا اختارينا هذا الخط، نكبر على حسب ما يعني نشوفه مناسب. طيب الآن راح نكتب اسم المنتدى. طيب يا شباب مثلا انا اخترت هذا الخط وانت يعني مخير بكيفك اي خط، ما عندنا معنى. طيب نجي بس نرتب الشغل. مثلا راح لكم تأثير جميل يعني على النص. شوفوا لاحظوا هذه هي طبقة حالم. راح نعمل فوقها لير جديد عن طريقنا، ثم نضغط كترل ونضغط بزر الماوس الأيسر على الطبقة
عفوا نضع التأشيرة على هذا اللير ونضغط كترل، وزر الموس الأيسر نضغط على طبقة الشد حالم عفوا. الآن نختار فرشاة بأي حجم، ونختار لون أبيض. الآن راح نعمل مثلا هنا وهنا. بس عفوا خلنا الآن نضغط على عن طريق الكيبورد، عن طريق الأسهم نختار أداة التحريك ونضغط الاتجاه الأعلى، صار عندنا بهذا الشكل. طيب كذلك نفس الشيء مع كلمة ريشة، نضع فوقها طبقة ثم نضغط كتر ونضغط عليها بزر الماوس الأيسر راح تتحدد. الآن نختار الفرشاة ولون أبيض، يعني فالتأثير جميل وبسيط واحترافي. طيب نختار أداة التحريك ونحرك عن طريق الكيبورد. الآن نختار هذا أداة ونعمل لير جديد ونرسم في خط يعني خفيف، نختار لون مقارب لل الآن نذهب إلى فلتر ثم بلورال وموتاين بلورال، نختار القيمة حسب ما طيب. الآن نضغط على إديت ثم فري ترانسفور ونصغر الخط أقل شيء. طيب الآن نحركه إلى حسب المكان. طيب راح نضعه هنا مثلا. الآن نعمل ظل هناك كي يثير كي يصير عفوا أكثر واقعية. طيب نفتح طبقة جديدة تحت طبقة الكتابة حالا، نفتح طبقة جديدة ونختار أداة التحديد الدائرية ونقرب. طيب راح نعمل تحديد صغير هنا، أيوه نختار التعبئة ونختار لون أسود ونعبئ. طيب هذه هي التعبئة. راح نعمل فلتر بلورال وغوشيان بلورال فقط للتمويه يعني. طيب أوكي هذا هي صار يعني كتصميم. وأنت طبعا كيفك تريد إنك تعمل هيك، تريد مثلا تخلي مثلا الهاي هنا مثلا تخلي على اليسار او على اليمين او بالوسط بالمنتصف وتخلي منها ايقونات كيفك. الان انتهى عندنا، هذا هو اللوجو. طيب راح بس اكبره شوية، نضغط شيفت ونكبر. طيب اوكي الآن راح نعمل الأيقونات يعني اللي هي الدخول المنتدى مثلا الاتصال بنا مثلا جروب مثلا فيسبوك تويتر إلى آخره. الآن راح نفتح جروب جديد مثل ما قلنا وراح نسميه بوتوم مثلا عفوا. راح نعمل ان شاء الله الايقونات اللي هي دخول مثل ما قلنا. طيب نختار هذا الاداء او حسب ما انت تحب اي اداء، او انت تصمم الايقونة. طيب انا حاط هنا 15 بكسل، انت حسب اختيارك. طيب راح نرسم مثلا الايقونة الاولى. طيب نختار اللون المناسب، طيب هذا اللون جيد جدا زين. الان هذه هي الأيقونة، راح نعمل عليها مثلا تأثيرات بسيطة. نختار هذه الأداة لاحظوا ونضيف لير جديد، اللير ننزله أسفل أيقونة، لاحظوا الآن أصبح أسفل أيقونة. طيب راح بس أقرب
راح مثل ما قلنا اختار هذه الأداة، ومثلا نرسم يعني بهذا الشكل. طيب الآن نعبئ بلون على حسب اختيارك، وأمشي مثل ما نكون ألوان متناسقة من أجل جمالية التصميم. طيب صار أصبح عندنا هذا اللون. طيب الآن راح نصغر أو نرفع للأعلى، فلنختار له باترن. طيب اوكي زين، راح نعمل نسخ له، ننسخ الطبقة عن طريق نضغط ايمن ثم نضغط دبل كليك لير، نضغط اوكي. الان هذه الطبقة راح نرفعها للاعلى، لاحظوا عن طريق الاسهم بالكيبورد، هذه هي الطبقة لاحظتوا. الان راح نضعها في مكان مناسب. طيب بس نعدل الطبقة مثلا. طيب راح احذف هاي الطبقة، انا عديت على هاي الطبقة، اذا الطبقة السفلى راح احذفها يعني بس، ونسخ الطبقة العليا على مود يكون التصميم يعني متناسق ما نسوي. طيب راح ننزل للاسفل، هذه هي الطبقة. الان انتهينا من تصميم الايقونة، راح فقط مثلا نضع باترن للايقونة افضل مثلا حسب اختيارك اكيد. طيب نختار باترن مثلا، انا راح اختار هذا الباترن. طيب اوكي، فقط راح ايضا نعمل حركة جمالية اخرى أسفل الأي، هنا راح نضيف له الجديد فوقه. طيب ونختار أيضا هذه الأداة، الآن نقرب. طيب نختار هذه الأداة ونعمل تحديد. الآن راح نختار أداة التعبئة، نختار اللون الأسود ونعبئ. لاحظوا انه غطى اللون الاصفر اللي كان هنا. طيب الان ننزلها اسفل الطبقات. اها الان هذا هو المطلوب. طيب راح نعمل فلتر بلورال هذا الخيار. طيب راح نقلل مثلا. طيب الان نختار اوكي، فقط مثلا نغير الحجم. اها الان اصبحت اكثر واقعية. الآن هذه هي الأيقونة الأولى، هذا هي الجروب الخاص بالأيقونة، فقط ندخل هذه الدائرات. هذه هي الأيقونة الأولى، راح نعمل لها نسخ للجروب، لاحظوا للجروب مو للأيقونة. طيب نعمل دبل كليك جروب، نختار أوكي. الآن نضغط شيفت ونضغط على بالكيبورد، نضغط شيفت واسم الاتجاهات الاسم لليسار. لاحظ الآن انتقلت معنا الأيقونة إلى الجهة الأخرى. طيب راح بس نعمل توسيط للأيقونات. الآن مثلا راح نكتب مثلا دخول المنتدى او هاي، راح ندخل على الايقونة رقم واحد اللي هي هاي، لاحظوا فوق كل الطبقات راح نكتب مثلا دخول المنتدى، راح هنا فوق الطبقات راح يجي لي ريد كتابة، نكتب مثلا دخول المنتدى، نختار لهم خط مناسب.
الآن نختار لون مثلا مناسب، أهم شيء هو مثل ما قلنا التناسق في الألوان أهم شيء في يعني. طيب الآن هذا هو الجروب الخاص بالأيقونة، راح نأتي للجروب الخاص بالأيقونة الثانية اللي هي هاي، لاحظوا. طيب أيضا نفتح ونكتب مثلا الخدمات المدفوعة. طيب نغير المكان هنا. طيب كده إن شاء الله خلصنا من الأيقونات والواجهة اللوجو والآخره. الآن إذا مثلا تحب إنك تضيف الرابط راح نضيف الرابط إن شاء الله. مثلا نخلي مع الأيقونات. طيب راح نكتب مثلا www فن. طيب نغير اللون ونغير الحجم أيضا. نعمل تأثير عليه بسيط. الآن انتهينا إن شاء الله. هذا هي الواجهة. الآن نأتي إلى مرحلة التقطيع. التقطيع راح يكون، بس أشرح لكم يعني لأنه هو أهم شيء بالتقطيع. أول شيء أساس رئيسي في التقطيع إنك تضع لوجو، يعني اللي هو داخل جزء من الخلفية، مثلا هذا جزء أو هذا جزء. أهم شيء يكون فارغ، ما بي أي كتابات أو خالي من أي إضافات. مثلا هذا جزء تاخذ، او هذا الجزء او هذا الجزء، المهم اي جزء فارغ ما بي يعني اضافات. هذا راح يكون اللي هو الخلفية، راح تتمدد في جميع الاتجاهات. والباقي يعني مثلا الصورة هاي وهذا الايقونات راح انت تقطعها تقطيع عادي، يعني كل ايقونة تقطيعها، وهاي مثلا تقطيع له هنا راح يكون تقطيع. طيب راح نبدأ بالتقطيع عشان راح تفتح معدة. نختار اداة التقطيع اللي هي هاي سور ستور. طيب مثل ما قلنا مثلا انا راح اختار هذا المكان يكون لوجو مثلا، اهم شيء فارغ. مثلا راح نسميه، مثلا راح اسميه انا بادي، مثلا بادي يعني جسم ال سلاش. طيب نجي الان نقطع هذه. طيب راح نختار هنا من هنا الى نهاية يعني نهاية التصميم. طيب راح نكتب مثلا عليها اللوجو مثلا. طيب انت حسب يعني كل شخص واسمه، يعني كل شخص تسميته عفوا. زين الآن نجي للأيقونات، راح نقطع هذه الأيقونة مثلا، نزيد المسافة. طيب أيضا نسميها مثلا، راح أسميها بوتوم مثلا، هي سيسار راح أسميها بوتوم ليفت. أهم شيء هي التسمية، لأن التسمية هي اللي تساعدك على التوزيع إن شاء الله. زين راح نجي نقطع الأيقونة الثانية أيضا. طبعا هنا ما بس خلنا نكتب بوتوم. هنا رايت راح تكون عندنا. طيب هنا احنا ما راح نهتم مثلا للعرض او الطول، اهم شيء انه مغطية الايقونة، يعني ما لنا مثلا هنا لازم مثلا هاي مثلا طولها 50 لازم تكون هاي طولها 50، لا مو مثل الستايل هاي، لان راح يكون هذا التمدد والبقيات على حسب ما. طيب راح نقطع الرابط مثلا، راح اكتب عليه مثلا رابط، او مثلا ار سلاش حالم. طيب اوكي الان تم التقطيع، راح نحفظ هذا التقطيع. طيب نضغط على فايل، نختار سيف از سيف عفوا فور وي. طيب اهم حاجه بالحفظ انك تختار الصيغه جي اي اف، يعني اذا اخترت الصيغه جي بي جي راح
صحيح انه راح يطلع، لكن جودته صراحة تتغير. مثلا اذا كبرت بالحجم راح تتغير جودة الصورة، فامشي جي اف مهما كبرت ومهما تلاعبت بالحجم ما راح تتغير الجودة مال الصورة. اوكي طيب، اتمنى انه هذا واضح لانه اهم شيء بالدرس. يعني انت اختار جي بي اي جي بس راح يطلع لك التصميم يعني ما يعجبك، يعني شكله جدا مو جميل يعني. طيب نختار سيف. الان نختار مكان الحفظ، مثلا راح احفظه بالسطح المكتب، مثلا نسمي مثلا فرونت، مثلا راح اسميه، وكل شخص وحسب تسميته. طيب سيف. طيب الان انتهينا من الفوتوشوب والتقطيع، وهذا هو المجلد. لاحظوا هذه هي راح نحذف الصور الغير مرغوب بها. طيب احنا هذا صورة البودي نحتاجه، صورة البوتوم ليفت وبوتوم رايت، اذا هذا الان راح نحذفهن. طيب عفوا، طيب راح نعملها حذف. طيب الان احنا ما سمينا هاي الاسماء، اذا نحذفها. راح تظل عندنا بس اذا اللي قطعناه احنا، اللي هي البودي والبوتوم ليفت والبوتوم رايت واللوجو اللي هي الاسم والرابط رشة حالة. طيب هذا هو مجلد الصور، وان شاء الله في الدرس الثاني راح اشرح لكم كيفية توزيعه بالسي اس اس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم عدنا لكم في الجزء الثاني من شرح تصميم واجهة وتوزيعها بسي اس اس. إن شاء الله اليوم راح، طبعا احنا هذا عندنا مجلد الصور اللي قبل شوي سوينا الواجهة وقطعناها، هذه اللي هي البودي الجسم والأيقونات واللوجو والرابط. طيب إن شاء الله اليوم راح أتعلم كيف نوزعها بالتقنية السي اس اس. طبعا هي تقنية السي اس اس مثل ما شرح أخونا رشد حالمي الأفضل في التصفح وسريعة، ويعني كل شخص حاب انه يوزع بغير تقنية، انا ما يعني اهم شيء اني اوضح لكم الفكرة. وطبعا برامج متعددة في تقنية السي اس اس، منها الفرونت بيج، اكسبريشن ويب، يعني دريم ويفر، وعديد من البرامج، لكن يعني الاغلب استخدامه هو اكسبريشن. وان شاء الله راح، طبعا ماكو اختلاف، اي اختلاف ماكو، ان شاء الله راح اشرح لكم على الاكسبريشن ويب، وهذا هو برنامج اكسبريشن ويب. طيب نفتح البرنامج. طيب الآن نذهب إلى هنا كود. طيب هنا لاحظوا، هنا راح نكتب الكلاسات، وهنا راح نكتب الأكواد أسفل هذه، هنا راح نكتب الأكواد. طيب الآن نأتي نكتب الكلاسات. طيب في البداية راح، عفوا بس، طيب يا شباب راح نعمل يعني دف كلاس لكل صور. احنا عندنا هنا كم صورة، لاحظوا معي هنا عندنا صورة البوتوم رايت البوتوم ليت والبوتوم رايت واللوجو والريشة حالم، اذا اربع، اذا راح نعمل اربع دفات، وهذه راح تكون ان شاء الله هاي ما لها يعني دف، راح لنا راح تكون متمددة خلفية. طيب انت ان شاء الله راح تتعلمون بشرح. طيب هنا راح نجي نكتب اول شيء نضغط شيفت وحرف الواو باللغة يعني عن طريق الكيبورد، نكتب ديف. طيب نكتب كلاس، الآن نضغط نختار هنا الكلاس ونضغط انتر. طيب الآن ظهر لنا هذا، الآن راح نكتب اسم الديف. طيب مثلا راح اسميه لوجو، اللي هو يعني الشكل بالبداية، لاحظوا اللي هو هنا، هذا هو اللوجو، هذا هو اللوجو اللي عملنا. طيب راح نكتب لوجو مثل ما قلنا. طيب الآن راح نضع هنا ونعمل إغلاق. طيب الآن انتهى، هذا هو اللوجو. طيب راح نكتب دف آخر اللي هو البوتوم، طبعا البوتوم الآن هذا الاثنين لاحظوا بس فون، هذا الاثنين راح نضعهم في إطار مثل ما نقول، يعني راح أسوي لهم إطار ان شاء الله بالسي اس اس، يعني راح يحيط بهن، يعني عشان اي مثلا اي اطار او اي عفوا اي ايقونه تضعها معهن، تضعها داخل هذا الاطار راح تصير معهن. طيب ان شاء الله بالشرح راح تفتهمون عليه بالتوزيع. طيب راح نكتب ديف كلاس ونختار، وراح نكتب بوتوم باك جراوند اللي راح يعني اصبح مثل الاطار للايقونات بوتوم سلاش. طيب
راح نعمل اغلاق. الاغلاق طبعا بصراحة واضحة لكم. بعد ما كتبت هاي راح تضع الماوس هنا، تكتب تضغط على شيفت وحرف الزاء، راح يصير عندك اغلاق. طيب الان نضغط ما بين هذين القوسين، طيب ننزل. طيب الان ناتي نكتب اللي هي الايقونة اليسار والايقونة اليمين. طيب راح نكتب ديف، شفت حرف الواو، ثم ديف، بعد ذلك كلاس، راح نكتب نعطي تسمية مثلا بوتوم، عفوا بوتوم رايت اللي هي الايقونة اليمين. طيب راح نضع هنا ونضغط شفت وحرف الزر، راح يعملنا اغلاق. طيب للان ممتاز. الان نضع الماوس هنا ونضغط ونكتب الديف للايقونة اليسار. طيب ديف كلاس، الان بوتوم ليفت. طيب ونعمل اغلاق. طيب الان انتهينا من هنا. لاحظوا ان هذه الايقونات صارت في يعني داخل البوتوم، اللي هي البوتوم باك جراوند داخل، يعني هسه هذان الاثنين تابعات للبوتوم باك جراوند يعني. طيب راح الان هنا وننزل، يعني هذا الدف هو الاغلاق للبوتوم باك جراوند. لاحظوا الان نضغط هنا وننزل، نكتب دف كلاس، راح نكتب كلاس الرابط. طيب راح نكتب مثلا ار ونعمل اغلاق. طيب الان انتهينا من الكلاسات، هذه هي الكلاسات. ان شاء الله راح نجي نكتب الاكواد. طيب نضغط هنا بجانب تايتل، نضغط انتر ونفتح، نكتب عن طريق شيفت وحرف الواو. الان نختار ستايل فراغ، ثم نختار تايب اللي هي هاي. الان هو اظهر لك تيكست سي اس اس. طيب الان شفت حرف الزر، راح يعمل لنا اغلاق. الان هنا ما بين ذين القوسين راح نضغط انتر، ننزل. طيب الان بس عشان التطبيق راح نحفظ العمل. طيب مثلا احنا نحفظ مثلا، لاحظوا انه دائما العمل يكون يحفظ في يعني مكان مجلد الصور. مثلا مجلد الصور وضعته في الديسكتوب في سطح المكتب، اذا العمل يحفظ في سطح المكتب. وضعت مجلد الصور مثلا في الملف مثلا اللبراري، لازم يعني في اي مكان تضع، مو تضع مثلا يعني مجلد التوزيع في مجلد الصور، لا، ملف التوزيع يكون يعني في مكان مجلد الصور، ليس في داخل المجلد. طيب راح نكتب اندكس، هذا اهم خطوة لازم تكتب اندكس التسمية. طيب الان نعمل حفظ. طيب الان بعد ما عملنا اغلاق راح نكتب، راح نضغط حرف الزاء فقط بدون شيفت، نختار بس عفوا. طيب مثل ما قلنا عملنا الستايل، راح نضع هنا نكتب بادي اللي هو الجسم، يعني جسم الصفحة كيف راح يكون. طيب نضغط شفت وحرف الجيم بالعربي، راح يفتح لنا هذا القوس. الآن نختار باك جراوند فقط. طيب راح أو عفوا عفوا راح نكتب بادي. الآن نفتح شفت حرف الجيم، نختار باك جراوند ايمج. طيب راح نختار الصورة، هذا هو مجلد الصور وهذا هي مجلد البادي، يعني هذا هو الجسم. طيب راح نعمل اوبن. طيب الآن هذا هو. طيب انا فراغ ثم ريبيت يعني تكرار. طيب اغلاق. الآن نعمل حفظ ونشوف العمل. عفوا هنا راح نعمل اغلاق ثم فراغ، ثم راح نكتب ريبيت الذي هو يعني يتكرر يعني على كل الصورة. طيب نعمل حفظ الان هذا هو البودي، تكرر في جميع الانحاء، الان اصبحت يعني كخلفية للمنتج. طيب راح نرجع للكود. طيب الان هذا هو كود البودي، انتهينا منه. كده نكتب بودي ثم الباك جراوند ايمج، نحضر الصورة، بعد ذلك مسار الصورة، والان نكتب ريبيت اللي هو التكرار. طيب هنا القوس راح ننزل،
نكتب الأكواد لللوجو والأيقونات. طيب نضغط حرف الزاء من الكيبورد ونختار مثلا، هو هنا نختار لوجو. طيب شيفت وحرف الجيم ونختار باك جراوند ايمج، يعني نحضر الصورة الآن، نجيب صورة اللوجو اللي هي هاي صورة اللوجو، لاحظوا معي. طيب نضغط اوبن. طيب حرف الكاف نضغط الإغلاق وانتر ننزل. طيب باك جراوند ريبيت يعني التكرار، هي اكيد ما راح تتكرر اذا نو ريبيت. طيب نغلق عن طريق حرف الكاف، نضغط انتر. الان نختار الهايت الطول. طيب بس راح نشوف الطول، هذا هي اللوجو، الطول 183، اذا 183 طيب بيكسل. الان نضغط اغلاق وننزل. نختار الوايد العرض. طيب بس نشوف العرض، 471. طيب 471 بيكسل، عفوا بيكسل. طيب الآن نغلق. الآن راح نجي لتحديد الاتجاه. مثلا انت تريد يعني انها تكون مثلا هنا، يعني في القمة، في قمة الصفحة، في أعلى صفحة. راح نكتب مارجن، ام مارجن، ونختار عفوا نكتب مارجن، نختار 0 بكسل، فراغ اوتو، نغلق. هنا راح تكون، لاحظ الان نعمل حفظ، نعمل معاينة. الان راح تكون هنا مثلا، انا اريد انزلها يعني من هنا، اريد اضعها هنا مثلا، يعني انزلها. طيب نعود للاكواد، المارجن مثلا راح نخليه مثلا 20 بكسل، نعمل حفظ. لاحظ الان نزلت معي هنا. طيب نرجع للأكواد، هذا هو كود اللوجو. طيب انتهينا منه، راح نضغط هنا، نضغط انتر، وراح نكتب كود البوتوم باك جراوند اللي هي يعني مثل ما قلنا راح تكون اطار للايقونات. طيب نضغط حرف الزاء، نكتب بوتوم باك جراوند، طيب فراغ، ثم شفت حرف الجيم. الان نختار فقط العرض والطول والمارجن فقط لان ما لها صورة. طيب نختار الوايد العرض، العرض راح عن طريق الفوتوشوب راح نختاره. طيب الآن هذه هي. طيب راح نضغط على هذه الأداة، نختار أداة التحديد ونحدد الإطار، يعني راح يكون هنا. طيب بس راح أمسح لكم التقطيع بس أوضح لكم. طيب قلنا نختار هذه الأداة ونعمل له تحديد هنا. طيب الآن نضغط على Edit Copy. عفوا بس نضع هنا على الخلفية ونضغط على Edit Copy. الآن فايل New. طيب هذا هو العرض وهذا هو الارتفاع. طيب الارتفاع احنا ما راح نحتاج، لأن الارتفاع راح يكون 100%، فقط راح نحتاج العرض اللي هو 516. طيب نرجع الى الاكسبريشن، نكتب العرض اللي هو باست 516 بكسل. طيب الان ننزل، نكتب الهايت الطول، الطول راح يكون 100%، شايفين يا شباب 100% الطول. طيب اغلاق، ثم نكتب المارجن، المارجن راح يكون 0 بكسل اوتو. طيب 0 بكسل فراغ اوتو. طيب الآن هذا هو الإطار حول اللي راح يوضع حول طبعا أنا ما راح نقدر نعرفه لما نوزع الأيقونات. طيب راح نوزع الأيقونات، نجي نكتب حرف الزاء، نختار الأيقونة مثلا اليمين فراغ، شفت حرف الجيم. الآن نختار باك جراوند ايمج، نختار الصورة يعني، هذه هي الأيقونة اليمين، لاحظوا هذه هي بوتوم رايت، نختار اوبن. طيب إغلاق، ثم بعد الإغلاق الآن نكتب مثلا الهايت الطول، بس لاحظ الطول هاي البوتوم يمين رايت، الطول 96 بكسل. طيب الوايد العرض، شوف العرض 221. طيب 221 طيب بكسل. طيب الآن راح نكتب الفلوت اللي هو الاتجاه، يعني وين تكون يمين او يسار الفلوت، نكتب
طيب هي هنا أنا رايت، لاحظوا رايت، إذا رايت. طيب الآن هذه هي الأيقونة مثلا، الآن نعمل حفظ. هذه الأيقونة أجت هنا مثلا، أنا يعني أريد أنا مثلا من هنا أضعها هنا مثلا، أنزلها. طيب نختار مارجن مثلا، راح أضع المارجن مثلا 40 بكسل على حسب المثال مثلا، نضغط حفظ. الآن لاحظوا كانت هنا، الآن نزلت إلى هنا. طيب هذه هي الأيقونة. طيب انتهينا. الآن نأتي للأيقونة اليسار، ننزل نكتب، نضغط حرف الزائد، ثم نختار بوتوم ليفت، فراغ، شيفت حرف الجيم، نختار باك جراوند ايمج الصورة. هذا هي صوت الأيقونة البوتوم ليفت، اوبن، اغلاق، ثم ننزل نكتب الهايت الطول. طيب بس نعرف كم طولها، 88 بكسل. نغلاق، ثم الوايد العرض، العرض 244، عفوا 224. طيب بكسل. الآن راح نكتب الفلوت الاتجاه، أكيد هي ليفت، إذا ليفت يسار. طيب نكتب المارجن، طبعا المارجن إذا أنت عملت 40 هنا، هنا عملت 40، راح يكون هنا أكيد 40. طيب نكتب 40 بكسل. طيب الآن نعمل حفظ، نعمل معاينة، عفوا بس. طيب يا شباب إن شاء هنا كان، عفوا هنا كانت 40، هنا قلنا 40. الآن من راح تعمل حفظ وراح أسوي ديزاين معينة، راح تطلع راكبة هنا، لكن ما راكبة، من راح أسوي لها بالمتصفح؟ لاحظ الآن ما راح تركب عندكم، لأن هنا مثل ما قلنا، لاحظوا معي، عفوا بس، بالأكواد هنا احنا اختارينا مقاس الباك جراوند، قلنا راح يكون إطار، اختارنا مثلا مقاس صغير، راح نختار مثلا 640 مثلا على سبيل المثال، فقط عن التوضيح. الآن نعمل حفظ، وهنا مثلا لاحظوا الآن جاءت عدل. طيب راح نشوف المتصفح، نعمل تحديث، اها الآن تمه. طيب مثلا الآن طبعا لأن احنا ما أخذنا مثلا يعني مقاس هذه الأيقونة مع مقاس هذه الأيقونة، تقدر أنك أثناء عملية التقطيع تلاحظ عندما تقطع هذه تعمل لا تشوف مقاسها الطول والعرض، وهنا التقطيع يكون نفس مقاسها إذا تريد. لكن أنا قطعت يعني المقاسات مختلفة، فراح شوية بالمارجن راح نعدل، راح شوية ننزل إلى أسفل، نختار مثلا 50 مثلا، حفظ، لا 50 مثلا، 45. اها الان جات عدله. طيب راح نشوف المتصفح، اها الان ركب معانا كذا. طيب ظل عندنا بس الرابط، ان شاء الله راح نضعه هنا. طيب راح نكتب هنا دف مال الرابط، نكتب زات ار الرابط، شفت عفوا شفته حرف الجاء الجيم عفوا متعلس. نختار باك جراوند ايمج، طيب هذا هو الرابط، لاحظوا معي. طيب نختار اوبن، اغلاق، ثم الهايت الطول، بس نشوف طول الرابط ايش قد، طول 50. طيب 50 بكسل. الان نختار العرض، العرض 224 بكسل. طيب 224. طيب الان راح نختار المارجن ليفت، راح تكون راح يعني نختار تبسيط، فقط راح نعمله تبسيط. طيب اول شيء راح نختار مارجن، راح نعمل 0 بكسل، يعني بعدين هذا راح نحدد ان شاء الله. طيب المارجن ليفت يعني راح يكون اوتو، طيب والمارجن رايت راح يكون اوتو ايضا، عفوا اوتو.
هنا راح يكون يعني في متوسط، يعني في الوسط. طيب راح نشوف الآن، لاحظوا انه هو اجى هنا في، طيب احنا نريد شوية نزله مثلا هنا. طيب المتصفح راح نشوفه، لاحظوا انه اجى هنا عندنا. طيب راح ننزله مثلا شوي. طيب يا شباب، قلنا الآن من راح نعمل معاينة هنا، رابط راكب معنا هنا. طيب ولكن بالمتصفح لاحظوا انه بس دقيقة، احيانا اول ما تركب ما راح اركب معك المتصفح، لكن الآن لاني يعني اجى معي فت. طيب يعني راكب هنا. طيب راح مثلا من هنا انزله شوية اللي جاي. طيب المارجن، عن طريق المارجن مثلا نكتب مثلا 20 بكسل مثلا. طيب نعمل حفظ. الآن بالمتصفح راح نلاحظ، لاحظوا هنا كان مكانه، عفوا مثلا 180 بكسل. طيب نعمل حفظ ونشوف المعاينة. اها الآن هو هنا. مثلا إذا تتنزل أكثر مثلا سوي 200 مثلا. طيب حفظ، راح لاحظ انه هذا مكانه الان نزل. طيب واذا تتأكثر بعد تنزل على راحتك، كل ما زدت بالاعداد راح يزيد. طيب الان هذا هو توزيع اللوجو والايقونات والرابط. طيب الان راح نجي نوضع الروابط، يعني الروابط مثلا الآن لاحظوا مثلا من نجي هنا ما راح يطلع عندنا يد، يعني صورة اليد، يعني ما في رابط. طيب راح نضع رابط للدخول المنتدى والخدمات المدفوعة والهنا أنا. وإذا تريد تحط رابط هنا عاد على راحتك يعني. طيب راح نرجع للإكسبريشن ويب. طيب احنا راح نضع رابط، راح نلاحظ انه راح نضع رابط على دخول المنتدى، إذن بوتوم رايت، إذن بوتوم رايت. طيب راح نرجع على بوتوم رايت، هذه هي بوتوم رايت. طيب نضغط هنا ما بين القوسين، نضغط انتر، ننزل. طيب شفتوا حرف الواو، نكتب اي فراغ هيرف. هنا راح نضع الرابط انا مثلا www.rishadhalem.com. طيب الان نضغط اوكي. طيب الان هذا هو الرابط، نضغط فراغ ثم نضغط تايتل. يعني مثلا عندما تضع الماوس على الرابط شو مثلا يعني شو راح يطلع لك. طيب راح نكتب لدخول حول العربية، لدخول أو لدخول منتديات أو للدخول إلى منتديات ريشة حالة. طيب الآن نحول الإنجليزي ونضع الماوس هنا ونعمل إغلاق. طيب الآن انتهينا. الآن لو نحفظ وانا بالمتصفح راح نسوي تحديث. الان لاحظوا الان طبعا لم يحصل لنا لان احنا يعني ما وزعنا الاكواد بعدنا. طيب راح احنا نريد رابط، ايضا عملنا رابط لهذا ونريد نعمل رابط للخدمات المدفوعه. راح نرجع للاكواد هنا بوتوم ليف. طيب نضغط هنا، نضغط انتر، شفتوا حرف الواو، او عفوا مو هنا يعني هنا نرفع، شفتوا حرف الواو، نختار اي فراغ هيرف. طيب نكتب الرابط مثلا، انا الرابط www.rishadhalem.com، بس راح اجيب لكم الرابط. طيب يا شباب مثلا راح اخذ الرابط، راح افتح المتصفح، ندخل على منتديات رشاد حالم، هنا دخول المنتدى، الان الخدمات المدفوعه، لاحظوا هذا هو الرابط. اذا ننسخ الرابط اللي هنا ونضعه في هنا. طيب الان نحول عفوا فراغ ثم نكتب تايتل، نحول مثلا لطلب الخدمات المدفوعة. طيب نحول اللغة الانجليزية وضغط هنا. طيب الان انتهينا. الان هذا هو، وضعنا رابط هنا وهنا. طيب نأتي نضع رابط على الرابط هذا، نضع عليه رابط لكي يفتح للمنتدى. طيب هنا هذا هو الكلاس مال الرابط. طيب نضغط هنا، نضغط انتر، نرفع، نضغط شيفت واو، نختار اي هيرف، عفوا مثلا
راح نعمل دخول للمنتدى. طيب هذا هو الرابط النسخة. طيب كوبي الآن. نختار هيرف. الآن نختار الرابط نلصقه هنا. اوكي طيب فراغ تايتل نكتب مثلا منتديات ريشة حالم. طيب بنحول اللغة الإنجليزية ونعمل إغلاق. طيب الآن الطريقة خلصت، انتهى الروابط، يعني عملنا رابط هنا وهنا وهنا. راح نجي نعمل أكواد الرابط. طيب احنا راح نبدأ بالبوتوم رايت، الأيقونة اليمين. طيب هنا بوتوم رايت، لاحظوا هذه هي بوتوم رايت. راح ننزل أسفل هذا القوس ونكتب بوتوم رايت، عفوا حرف الزاء، ثم بوتوم رايت، ثم فراغ، ثم نكتب حرف الأي، ثم فراغ. الآن شفتوا حرف الجيم. بعد ما كتبنا شفتوا حرف الجيم، راح عفوا نكتب اللي هو عرض الرابط. مثلا عرض الرابط تختار مثلا حسب العرض اللي هنا، مثلا 96 عفوا 221، او تحب انك تفتح الفوتوشوب مثلا تختار أداة التحديد، مثلا تحدد فقط هنا هذا التحديد مثلا هنا فقط، وتختار edit copy file new، وراح يكون عندك هذا العرض وهذا الارتفاع. لكن يعني انا يعني طريقة مختصرة، لان انت انا مو مثلا يعني مو تتحكم مع ستايل على مود تضع الرابط هنا. طيب راح نجي نختار العرض اللي هو مثل ما قلنا 221 عفوا. بيكسل. طيب والارتفاع الهايت نفس ما موجود هنا، الارتفاع 96 بيكسل. طيب راح الان نختار بوزيشن. بوزيشن عفوا راح يكون ابو سولت اول خيار، ثم اغلاق، ثم راح اختار ديسبلاي. طبعا هو العرض هنا هذا ديسبلاي راح يكون بلوك. طيب الان نغلق، الان نضغط حفظ. لو نعمل معاينة بالمتصفح الآن راح تظهر لدينا الرابط، وظهرت لدينا الدخول إلى منتدى رشة حالم. طيب راح نضغط على الرابط راح يفتح لنا هذا. طبعا أنا ما وضعت لكم رابط المنتدى، إنما وضعت لكم رابط الواجهة. طبعا هذا هو الرابط. طيب راح نعمل توزيع هنا وهنا. طيب هنا قلنا بوتوم رايت. طيب راح نوزع الرابط للبوتوم ليفت، هذه هي لاحظوا معي أهم شيء، بوتوم ليفت هذه هي أسفل القوس نضغط انتر. طيب نكتب زاء ثم بوتوم ليفت فراغ اي فراغ، اضغط شيفت وحرف الجيم. نختار العرض مثل ما العرض راح يكون نفس عرض هاي 224. طيب 200 بيكسل. طيب الان الهايت الطول راح يكون نفس ما موجود عفوا 88 بيكسل. طيب راح يكون البوزيشن اول خيار، ثم اغلاق، ثم الديسبلاي راح يكون بلوك. طيب الان هذا هو الرابط انتهى. طيب راح نعمل حفظ ونعمل معاينة بالمتصفح. الان لاحظوا ظاهر عندنا لما نضغط على طلب الخدمات المدفوعة راح تظهر لنا هذه اللائحة. طيب راح نرجع الى منتدى رشة حالم هذه راح اللي هي خدمات الاسعار والطلبات. طيب الان بقى لدينا فقط رابط رشة حالم اللي هو الرابط. طيب راح نجي هنا هذا هو هذا هو الرابط. طيب نضغط هنا نضغط دوت ثم نختار يعني ار اي فراغ شيفت وحرف الجيم، نختار عرض الرابط وعرض الرابط 224 سبحان الله كله 224. طيب الطول 50 بيكسل عفوا ما عملنا اغلاق، اهم شيء هو الاغلاق. طيب البوزيشن اول خيار ابو سولت، والديسبلاي راح يكون بلوك. الان نعمل اغلاق، الان نعمل حفظ ومعاينة
ونلاحظ انه لما نضع راح يطلع المنتدى تشيرت حالم، هنا الدخول الى منتدى تشيرت حالم، هنا خدمات. طيب راح نجرب مثلا، نجرب الرابط. اها هذا هو الرابط. طيب الان تم العمل. طيب يلا العفو، تفاجأت لان اللي قد درس الاشرطة التجميلية يعني انا توقعت انه درس مو مفيد. وانا اشكر طيب استاذنا العزيز رشاد حالم لانه وضع هذا الدرس في المواضيع المميزة، والشكر كل الشكر لهم. طيب هذا هو انفتح معنا المنتدى. طيب نعود نجرب مثلا دخول المنتدى، هذا هو طبعا لان وضعت رابط الواجهة فطلعت هذه الواجهة. طيب الخدمات المدفوعة، هذه هي الخدمات المدفوعة الان. هذا هو هذه هي الكلاسات، يعني هذا هو الاندكس الخاص بالواجهة. هذا هو كل ما في يعني توزيع وزعنا الواجهة. طيب راح نعمل حفظ ان شاء الله الان، حفظ ثم نغلق. طيب عفوا بس خلني اشحن البطارية. طيب يا شباب شحنت البطارية ان شاء الله. الان احنا خلصنا من توزيع هذا اللي هو الاندكس، لاحظوا معي، وهاي اللي هو ملف الصور. طيب ذن الثنين. طيب راح نروح، طبعا انا اعذروا لان عندي يعني رسيفر شخصي، يعني ما اعتقد انه يركب علي الواجهة، لكن لاصحاب المنتديات اللي منتديهم مشروع على الانترنت يقدرون انهم يركبون الواجهة، فقط يرفعها. اول امر انا راح اعملها لكم بطريقه مبسطه. نذهب هنا نختار كوبي، نختار الاثنين، لاحظوا، لان انك اذا وضعت ملف مجلد الصور في غير مجلد الاندكس ما راح يطلع عندك الصور. مثلا راح اضع مجلد الصور مثلا هنا، عفوا انا واضعه مثلا ايمن كوبي، مثلا راح اضع لكم هنا مثلا. طيب وراح امسحها من هنا. طيب لاحظوا من راح نفتح الاندكس، ما راح تظهر عندنا الصور، لاحظوا انه راح يظل فارغ بدون صور، لاحظتوا؟ طيب وحتى اذا فتحناه بالاكسبريشن ويب راح يكون خالي من الصور، لاحظوا الان خالي ما في صور. طيب اذا لازم نضع مجلد الصور بجانب مجلد الاندكس، هاي خطوة مهمة طبعا يا شباب. الان هذا هو مجلد باست، لاحظوا الان هذا مجلد، راح نعمل تحديث من المتصفح، الان ظهرت لدينا الصور، لاحظتوا؟ طيب اذا الان نعمل كوبي، نذهب الى الرسيفر الاباتشي. طبعا انا كل شخص عنده موقع او منتدى هو اكيد هنا. طيب بس عفوا، طيب هذا هو الرسيفر اباتشي، طبعا المنتدى ما يطلع عندك. طيب هنا لاحظ انه عندنا اندكس، راح نقوم ونحذفه. طيب ايمن ديليت. طيب الان نرجع، لاحظ مجلد الدبليو نفتحه، هنا مجلد الفي بي وقاعدة البيانات. الان هنا ننسخ الاندكس، لاحظوا، والمجلد الصور هذا اللي هو مجلد. طيب هذا هي كل شيء، وان شاء الله عن طريق الاف تي بي المرفع راح ترفع المجلدين الى مجلد دبليو، يعني داخل مجلد دبليو، لاحظوا هنا. بس اعذروني لاني ما يعني بعد ما عامل المنتدى، ان شاء الله من نعمل المنتدى راح اعمل لكم الشرح. طيب وهذا كل شيء، وانا اعتقد انه ما يشتغل على الزيفر اباتشي، ما ينفتح. طيب انا الرسيفر ما ادري قبل فترة ما اشتغل عندي، فمسحته من جديد وسويته. طيب ان شاء الله اتمنى ان الشرح واضح، واي استفسار انا حاضر، وان شاء الله دمتم بخير وسلامة، وان شاء الله تنتظرونا في تلقونا في دروس اخرى ان شاء الله. واعتذر من الاخت الجنوبية لاني حقيقة تأخرت عليها في الدرس، لكن الاباتشي بعد علق. يلا والسلام عليكم، اخوكم احمد البيات ومنتدى تشت حالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.